أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر